باسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. النهاردة يا أحبائي أقدم لكم قول عظيم جدا للقديس العظيم مارس حاء السرياني بيتكلم عن الصلاة. بيقول إذا مل الضمير من الصلاة في المزامير والصلوات اشغله في الألحان لألا يميل منك إلى الطياشة أو التشويش. يعني هو بيكلمنا على أن الصلاة بالمزامير والصلوات الأخرى إذا أن الواحد جاله شيء من الضجر وجاله شيء من الفطور الروحي أنه هو يقف يصلي، فممكن يبدل الحالة اللي هو فيها إلى حالة من التسبيح وحالة من الترتيل كثمر الشفاء لربنا. وبالتالي هنا برضو بيوضح لنا القديس مارس حاء السرياني اللي كان عايش في القرن السادس الميلادي ان كان في صلاة بالأجبية وصلاة بالمزامير، لان صلوات المزامير يعني فيها غنى كثير جدا من المشاعر الروحية العميقة للإنسان بيقدمها لربنا، وبتجعل القلب والفكر أيضا ينطلق إلى العلويات بحيث أن الإنسان يكون بالفعل في حضرة الله بمشاعر طاهرة نقية، على الأخص لو أن الإنسان جمع فكره وابتدى يستعد لوقت الصلاة وكمان واقف شاعر بمخافة الله وبالخشوع والوقار أمام ربنا. وهنا القديس مارس حاء السرياني بيلفت نظرنا إلى الصلاة بالمزامير والصلوات الأخرى، لربما هي قراءات من العهد القديم أو العهد الجديد، أو لربما هي صلوات كتبها أبائنا القديسين كانت موجودة أيام القديس مارس حاء. وكمان ممكن أن الإنسان يصلي صلاة ارتجالية يدعم بيها حبه لله ووقفته قدام ربنا وبما يملي عليه قلبه وبما يشير عليه عقله من صلوات لربنا ارتجالية، فليس هناك مانع. ولكن عندما يصاب الإنسان بالفطور أو بالضجر من وقفته في الصلاة قدام ربنا يمكنه أن هو يرتل ويسبح، سواء في كتاب الأبصالمودية أو سواء بتسبيح وتراتيل روحية أو سواء بكلمات منغمة بتعجب يعني فكره وتتواكب مع مشاعره الروحية وتتوافق مع حبه لربنا وتعبير أو تعبير قلبه عن محبته لربنا، فليس هناك أي مانع. وهذا القول يعتبر إرشاد لنا عندما نضجر من الصلاة أو نفطر أمامها، يمكننا أن نبدل الحالة من حالة الصلاة في المزامير أو الصلوات الأخرى إلى حالة التسبيح والترتيل. لربنا كل مجد دائما أبديا آمين.